بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الثالث بتاعنا طبعا كان اول موضوع اللي نفتكر كده كان الانترودكشن ورفع وهرفع لكم على ال ام اس او احتمال مرفوع على ال ام اس. الثاني الاكستروجن اللي هو خدنا فيه حوالي 4 محاضرات، 3 محاضرات مش فاكر، ان احنا خدنا 4 اسابيع. والموضوع الثالث الانجكشن برضه هياخد ايه حوالي 4 محاضرات، او انا يعني هو موضوع واحد بس انا مقسمه على 4 اجزاء عشان ايه تقدروا تستوعبوا. بحاول اقسمه بطريقه يعني تقدروا تتعاملوا بيها. يعني بنتكلم عن المكنه الاول، بنتكلم عن المولد عشان في شغل كتير، بتكلم على البروسيس بتاعتها، بعد كده بنتكلم على الديفكتس بتاعت الشغل، وبحاول ايه نهتم بمواضيع عمليه كتير. يعني باعتبار ان انتوا زي ما قلت لكم انتوا ناس في بكالوريوس وهتخرجوا، فبيبقى مهم جدا ان انت يعني في اي انترفيو في اي شغل تبقى عندك خبرة عملية، سواء اللي انتوا عملتوها بايديكم في موضوع السبايرال والويف. طبعا احنا دلوقتي في مشكلة ان احنا مش قادرين نمشي لا زيارات ولا اي حاجة، فنتعب مع بعض شوية بقى ايه. وحاولت اتأخرت عليكم بس عشان كنت بحاول ازود اكثف المعلومات العملية اللي تقدروا ايه اللي انتم محتاجينها في شغلكم ان شاء الله. طيب اول جزء ان شاء الله عن الماشين، عن الانجكشن مولدنج. هنتكلم عن الماشين نفسها، عن المكنة نفسها. المكنة في الانجكشن مولدنج في نوعين من الانجكشن مولدنج. في النوع القديم اللي هو بيستون انجكشن يونت. بيستون انجكشن يونت تقول لي ما دي نفس المكنه اللي احنا متعودين عليها، ادي المطرح ما انت بتحط الماتيريال، وادي مش المطرح ما بتسخن، والبارل والسلندر، وادي المولد. اقول لا ده هنا بيستون. بيستون في القديم كان عندنا سكرو، هنا ده بص مقدمة بتاعته، بص التوب بتاعه ده ما فيه سلندر عادي، ما فيش حلزون، ما فيش هيليكس، وبعمل ترانسبورتيشن للماتيريال من خلاله. انا مجرد بزق، يعني الماتيريال بتنزل هنا. ادي هو بيقول ان خلينا ماشيين معاك انجكشن ستارت، تمام. ادي قالب مقفول ستارت، تمام. وادي البيستون بيزق الماتيريال اللي هي متسوده دي، يعني ايه مولتن ماتيريال. وده يخلينا لازم يبقى المولتن الماتيريال البوليمر هنا سايح او في مره او قابل تو بي انجكتد، تمام. ايه الاسود اللي فوق ده؟ ماتيريال تانيه وجاهزه لانها تو بي فيد، بس لما يرجع ده باك ايه ساعتها نقدر ايه نزود الكميه اللي احنا عايزينها. هو هنا كده هينجكت، هنا راح ضغط، تمام، انجكشن اندوزج، وعمل هولدنج. هولدنج يعني استنى شويه عشان يعوض اي شرينكج اي حاجه، وعشان ايه تو بالانس السوليديفيكيشن شرينكج. وبعد كده فتح المولد اهو، ودي العينه وقعت حصل لها ايجكشن. طيب عاوز بقى ماتيريال جديده، فيجي البيستون اللي كان هنا يروح راجع لورا، فيفتح الجيت للماتيريال الجديده اللي جايه من فوق، وابتدي اسخن واكبس ايه تاني دوز دي جرينز فول داون انتو ذا سيلندر. يبقى ده الطريقه اللي ايه الطريقه من طرق الانجكشن مولدنج، وموجوده بس ما هياش يعني كومن براكتس. مش ده اللي انتوا شفتوه في المعمل عندنا، اللي انتوا عارفينه هو الهيليك اللي هو الموجود في اغلب الدنيا. يعني مش انا بس ابتديت بالطريقه القديمه دي. الطريقه الثانيه اللي ايه اللي هي اللي انتوا عارفينها اللي هو ايه، ادي السكرو اللي انتوا عندنا بقى في المعمل، وادي الماتيريال هنا، وبترانسبورت زي الاكسترودر بالظبط، وبعد كده تدخل جوه النوزل تضخ تملى المولد بتاعي، وبعد كده تقدر ايه بعد ما يحصل السوليديفيكيشن. طبعا بعمل انجكشن وهولدنج. هولدنج ده مهم هنتكلم عليه لما يجي في وقته كمان محاضره ولا حاجه. وبعد كده ايه يحصل التجمد، ثم الايجكتور يروح زق من هنا يروح طارد لي العينه بتاعتي. ده اللي اسمه الريسبريكيتنج سكرو ماشين. ليه ريسبريكيتنج؟ لان انا عندي في اللي فات كنت بزق بالبيستون، هنا انا بدفع بالاليمنت. يعني الاليمنت ده بيلف بس كده بيلف وخلاص؟ لا، اما باجي اعمل الانجكشن دوز الانجكشن لازم السكرو ده يتحرك اكسيال، يعني هو بيلف روتيشنال لحد ما يجي ويزق يملى ماتيريال قدامه
في التشامبر دي، وبعد كده ايه زي ما كنت بوريكم الفيديو في بوليمر ماتيريال في الترم اللي فات، وبعد كده اعمل ايه اكسيال انجكشن، اروح زق كده فايه يروح دافع مالي لي هنا. تمام. الطريقة دي برضو يعني برضو في المكنة دي بقدر استخدمها، يعني احنا متعودين وانتوا زي ما شفتوا في المعمل احنا اشتغلنا بالثيرموبلاست، لكن الثيرموسيت كان بيوز اولسو برضو ايه بال ايه بال بال بالميثود ده، بس مع تنويعة او طريقة اضافة الهاردنر مع الايبوكسي بتو فيدر سيستم. طيب بس ايه يعني في حاله السيرمو سيتنج بيبقى كل همين ان انا ازاي اخلطهم ومع وايه يعني وما يحصلش كيورنج للماتيريال ويبوظ لي السكرو هنا، انا عاوز الكيورنج يحصل جوه القالب ما يحصلليش هنا. المهم نرجع تاني للشغل بتاعنا، يبقى ده الطريقه التانيه اللي هي المشهوره ريسبريكيتنج ايه سكرو ميثود. ده طريقه ادي الايه القالب بتاعنا، ادي طريقه الشغل انتريت انجكشن مولدنج. ده مراجعة كده يعني ايه نحاول نشغلها لكم تاني. اهو ادي السكرو، هو طبعا هنا مش بوري لكم هو بيلف، بس انا لف واحد في اللي قلت لكم قبل كده، ومفروض ده بيروح ضاغط. ده هنتفق ده الجزء الثابت وده الجزء المتحرك وده الايجكتور اللي ورا. تمام. والفورس الكلامبنج دي مهمة جدا، تمام. يعني ادي ده بيسموه البارت ايه دايما، يعني في بعض الكتب ما يسميش فيكسد وموفابل، بيسمي بارت ايه وبارت بي. وادي ايه البرودكت بتاعنا. مهم قوي شايفين العمدان دي، عشان دي هيبقى هنتكلم عليها بعد شويه. العمدان اللي شايفين واحد اتنين، وفي طبعا اتنين وراهم، يعني ايه بيسموهم تاي بارت، اللي هم بيبقوا جايدنس ورابطين في نفس الوقت الايه الثابت بالمتحرك، الجزء الضي الثابته الفيكسد مع الجزء ايه المتحرك. طيب دي السلايد دي، ادي المكنه بتاعتنا. يعني ازاي بنوصف ماكينه الانجكشن مولدنج، بتوصف برقمين. اتكلمنا الكلام ده في ماده بوليمر ماتيريال في سلايد واحده، بس يعني نحاول نقول عليها اكثر تفاصيل اكتر. ادي كلامبنج فورس ان كيلو نيوتن، يعني ايه كلامبنج فورس اللي احنا شفناها في التاي بارز اللي في السلايد اللي فات، اللي هم بتربط الفيكس داي بالموفبل داي، انت رابطها بقد ايه كيلو نيوتن. عاوز تحولها الى طن، عشان هتلاقي في السوق الناس بتعمل بالطن اكتر، يبقى تقسم الرقم ده على 10. فما يقول لك مثلا مكنه 220 كيلو نيوتن اكن مثلا، او 250 يبقى يقسم على 10 يبقى كانها 25 طن. والرقم الثاني اللي هو البي، ده اللي هو الماكسيمم شوت في البي ماكسيمم على 1000. ده الماكسيمم شوت فوليوم ان سنتيمتر كيوب، ده الماكسيمم انجكشن بريشر بار على 1000. وليه على 1000 بقى؟ يعني خلينا كده نشوف. دي مكنه اربورج، ايه الموديل بتاعها الراوندر 305، كلامبنج فورس 700 كيلو نيوتن. 700 كيلو نيوتن يعني اكني بربط بايه 70 طن. ماكسيمم انجكشن فوليوم ويز 35.0 سكرو، يعني بعمل انجكشن فوليوم كام؟ 140 سنتيمتر مكعب اللي هو الفي ماكس ده. والماكسيمم انجكشن بريشر 1500 بار، اضرب 140 في 1500 على 1000 يطلع لي 210. يبقى المكنه دي توصيفها 700 اللي هو الرقم ده شرطه 210. بالمناسبه ليه قسمنا على 1000؟ ليه قسمنا على 1000؟ نشوف كده نفكر. ده كده سنتيمتر مكعب، والبي ده بار. البار لازم دماغه حاضره كده، البار بيساوي 1 بار بيساوي 1 كيلوجرام بير سنتيمتر سكوير، يعني اكنك كيلوجرام على سنتيمتر سكوير في سنتيمتر كيوب تطلع لك وحده كيلوجرام سنتيمتر. فانت لو عاوز تحولها الى الوحدات بتاعتنا نيوتن متر، اقسم يعني مش هتقسم على نمبر، تقسم على 10 للتسهيل، واقسم على على احنا قلنا ايه كيلوجرام سنتيمتر، فيبقى طلع لك كيلوجرام سنتيمتر تقسم على 10 للتسهيل، وسنتيمتر للمتر يبقى تقسم على 100، يبقى 10 في 100 1000 يطلع لك ايه نيوتن متر على 1000. يبقى كانك جول، اكن ده باور وحولته الى جول. دي اجزاء المكنه تاني، ادي السكرو
البار اللي بسخن حواليه اللي بيبقى فيه هيترز كذا هيتر، والاحمر ده المولتن بلاستيك. المولتن بلاستيك ده جاي منين؟ ترانسبورت ده عن طريق السكرو اللي هو جاي لي منين؟ جاي لي من الهوبر اللي بيسموه بالعربي الادوس، او اللي راح المانيا سموه تيشتر. يبقى ادي البلاستيك وادي البيلتس بتاعت البلاستيك جرانيولز اللي بتبقى نازله من هنا تتنقل هنا عن طريق دوران الروتيشن بتاع السكرو، تدخل تسيح تكون وصلت ساحت هنا تبقى جاهزه في الفوليوم ده، جاهزه ايه يروح ده داخل اكسيال ضغط يروح ايه ماليلي في القالب اللي يكون مقفول. ادي الفيكسد بلاترن موفابل بلاترن، وادي المولد في الوسط. طبعا المولد بتبقى متثبته على الايه النص على فيكسد ونص، يعني المولد نصين، نص متثبت على الفيكسد ونص متثبت على الموفابل. وادي الايه التاي بارز اللي هي العمدان اللي بيعملها جايدنس ورابطه النصين دول مع بعض، تمام. وادي كلامبنج سلندر. في بقى كذا ميكانيزم لطريقه الكلامبنج، يعني دي طريقه مثلا توجل بار هيدروليك، يعني هنتكلم على كذا طريقه ليه للربط. وهتلاقي كده المفروض جوه المول بيبقى فيه ايه كولينج شانلز، في مسارات للتبريد زي كده تبريد اللي جوه الموتور العربيه، لازم يبقى فيه تبريد لإلا ايه المولد كل شويه هتسخن 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 هتسخن. فبدل انت مش هتبقى عامل كنترول على زمن السايكل، لان زمن السايكل معتمد على انها بتسوليديفاي في زمن معين، تمام. في عندنا البارامترز المهمه بالنسبه للانجكشن مولدنج، هما البارامترز الثلاثه اللي دول ال تو دي ريشيو زي الاكستردر بالظبط، يعني اللينس بتاع السكرو على الدايمتر بتاعه، تمام. تاني حاجه الشوت كاباسيتي، انا بقدر يعني مش اقدر، يعني انا محتاج كميه قد ايه قدام السكرو عشان اضغطها في المولد. فلو انا عندي عينه صغيره مثلا بالفراغات بالمسارات بالرانرز اللي هتدخل لها محتاجه مثلا فوليوم كذا، تمام، ف 5 سنتيمتر 10 سنتيمتر مكعب مثلا، خلاص يبقى انا محتاج على الاقل اكون مجهز في الشوت سايز اللي انا هضغطه قدام السكرو مثلا قد ما يوزع 10 سنتيمتر مكعب. ساعات بنحطها بالوزن، يعني بدل ما الفوليوم بتبقى بالوزن، في الحاله دي لازم اكون عارف الكثافه. للتوحيد او البنش مارك هنتعامل بيه ان احنا بالبوليستايرين. نرجع تاني، يعني نقول لو انا عندي 10 سنتيمتر مكعب خلاص، لو انت عندك فوليوم عاوز اكتر عاوز اقل لازم تزود الحجم اللي هو قدام الايه السكرو. فواضح ان يبقى انت في السكرو، يبقى المكنه انجكشن مولدنج السكرو ده ادجاستبل، مش بصاموله، يعني هو ما تدي له الرقم هو بيظبط نفسه بحيث يبقى مفضي قدامه خامه قد ايه يحطها في منطقه قدام السكرو عشان يضغطها. فيقول مثلا انا هعمل 10 سنتيمتر مكعب في الشوط الواحده. طيب الزمن السايكل كام؟ السايكل بتحتوي ان انا هضغط وهعمل هولدنج وهعمل سوليديفيكيشن وبعد كده اسيبه ويبرد واعمل له اوجكشن وارجع اعملها تاني. القصه اللي هو ايه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها على السريع جدا كده في ماده البوليمر ماتيريالز لما كنا بناخد الانترودكشن في اخر محاضره. لكن لنفرض ان الايه الزمن السايكل 10 ثواني، يبقى انت محتاج مثلا ايه 10 سنتيمتر مكعب، قول في الكثافه 1 في 10 جرام مثلا بولي ستايرين في 10 ثواني السايكل، يبقى انا محتاج 1 جرام بير، اقدر انتج 1 جرام بير ايه في السايكل بير سكند، يعني كانه 3600 جرام بير اور، 3600 يعني 3 كيلو ايه و6 من 10. وده اللي بيسموه الايه البلاستيكيتنج بلاستيسايزنج كاباسيتي، ده ايه البارامتر رقم 3 اللي هو اللي يهمنا بقى كمدير مصنع ولا كمهندس ورديه ولا اي حاجه، انا اقدر اطلع كميات قد ايه انتاج. ادي كده ايه الانجكشن يونت، هنركز عليها كده الانجكشن يونت بس، مش انا رميت المولد رميت كل حاجه. ادي الموتور اللي راكب على، المفروض في موتور راكب هنا على السكرو، ادي السكرو، ادي بيبقى عندي اربعه زونز او اكتر على حسب، يعني ممكن بس هم عاده اربعه اللي انتوا هتتعاملوا معاهم بالذات في الاربورج يعني. واللي في المعمل عندنا اربعه يا خمسه، اربعه تقريبا.
شوف انتم في التقرير كاتبين ايه بقى وراجعوا. وادي دي المنطقه اللي احنا بنحوش فيها الماتيريال. طبعا لو انا عندي محتاج كميه اكبر يبقى ايه، يبقى السكرو ده لازم يتظبط ان هو يرجع لورا شويه او يطلع لقدام على حسب الكميه اللي انا محتاجها عشان اضغطها من داخل النوزل اللي بتبقى ايه لما لمسه الضاي، فتحه الضاي الناحيه التانيه. طيب اختيارك للنوزل تايب، يعني احنا لسه بتكلم عن انجكشن يونت، احنا اتكلمنا على النوزل. فالنوزل دي في منها انواع فلات، في منها انواع ليها يعني نص كوره او راديوس، في انواع از يعني، يعني هل في انواع في النوزل تايب في انواع فلات يعني داخله ايه وش كده مسطح على الضي، يعني ضي مسطحه والايه والنوزل مسطحه، فيبقوا داخلين مقابسين في بعض. وفي ساعات بتبقى الضاي فيها التجويف عشان يدخل فيه النوزل، فايه بيبقوا داخلين في بعض ملابسين في بعض. وادي وفي انواع النوزلز بتبقى الشاتوف، يعني ليها جيت فالف كده بحيث ايه يقدر ابقى ضامن الماتيريال اللي داخله بضغط معين. السكرو السكرو سلندر يعني السكرو اللي هو ده اللي هو كل دي انواع سكروز مختلفه. وسلندر اوت فيتنج ماست بي ادابتد سو ذا رو ماتيريال بينج بروسيسد. فالجيومتري بتاع السكرو يعني المسافه دي، عمق الفلايت، كل ده ايه بقدر اتحكم، يعني هو ده اللي بيتحكم في كميه الماتيريال اللي احنا بندخلها. نوع طبعا الماتيريال، السكرو ماتيريال ده مقاوم للتآكل، ان عندي بيبقى ماتيريالز اجريسيف بتاكل في المعدن ده نفسه، انت لازم عشان كده اللي يفتكر بقى حد فيكم اللي سافر ولا لا، فانت لازم بعد ما بتخلص او انتوا حتى في شغلكم في المعمل المفروض بعد ما بتخلص ايه بتحط بغض النظر انت شغال بأنهي ماتيريال، لازم تحط في الاخر ايه مادة كده يعني غير ما بتفاعلش ولا تعمل تآكل على الماتيريال، تحط بولي بروبيلين، تحط بولي سيلين، وتروح يعني حطيتها في الانجكشن يونت وتلفها بحيث تنظف تكسح كل بواقي قد الماتيريالز اللي فاتت قبل كده. لازم برضو تبقى عامل حسابك ان الايه ان الشوت كاباسيتي، يعني لنفرض ان انت القالب عندك انت عامل او البرودكت بتاعك انت عامل حسابك ان هو مثلا 5 سم مكعب، ما تحط ما تظبطش انت بقى الفوليوم اللي انت هتعمله في الماتيريال في قدام السكرو عندك خمسة بما يوازي 5 سم مكعب، يعني انت مش هتملاها بالظبط، لازم يعني تعمل سيفتي فاكتور فتخلي الفوليوم اللي قدام السكرو اقل من 5 ولا اكتر من 5. طبعا محمد ايمن ايه زهق ونام، هي ريهام تلاقيها اللي مركزة. فعبد الله سيبك بقى من اللي انت ركز معانا. فانت ايه اكيد يعني انا عاوز اضغط 5 سم مكعب، يبقى نزود شوية عن الخمسة ونحط قدام السكرو 6 مثلا، نزود 20% 7، كل ما بس كل ما تزود كتير كل ده بيخلي الماتيريال هتفضل فترة، ما هو مش هتحقن في الشوت دلوقتي هتحقن في الشوت اللي بعديها، بس معنى كده ان هو فضل زمن تحت حرارة عالية كتير، فلو ماتيريال يعني سنسيتيف للحرارة لفترة طويلة هتتحرق، فانت لازم تبقى حكيم في اختيار السيفتي فاكتور بتاعك ده. الدوزج كاباسيتي اللي هو الكمية اللي انا بحقنها، والميلت كاباسيتي اللي هي بتبقى قدام السكرو اللي هي في الحته السكرو ما بين السكرو وما بين النوزل، إيه لازم تبقى انت مظبطها بحيث انها تكفي البروسيسنج زي ما اتكلمنا. هل انت هتزود اديتيفز ولا لا، دي بتبقى نقطه مهمه تتاخد في الاعتبار، ان انت كده محتاج نوع سكروم اللي بيساعد على الخلط، او انت محتاج في حاجات اسمها اكيوميليتور زي بتوع ميكاترونكس، بنزود حاجه تبقى يزود لي الضغط دايما على الماتيريال عشان ابقى ضامن نوع الهوموجينيتي. اللي قدامكم على اليمين دول الايه انواع الايه السكروز زي ما انت شايف كده ايه
ده الثيرموبلاستيك مجرد ايه يعني ترانسبورت اليمنت عاديه خالص. في بعض الحاجات اللي انا بحصل فيها رياكشن، لو انا عندي مثلا كوبوليمر او يعني بيروكسايد اي لاي سبب انت مزوده، فبتلاقي ان انت محتاج بيحصل رياكشن وبتبقى عاوز ايه او في شويه مثلا رطوبه خايف منها، فبتعمل فينتنج تهويه عشان ايه يسحب اي رياكشنز او اي ضغوط عاليه تهوي منها. لو انا بتعامل مع رابرز هتلاقي السكرو قصير هنا وفتحته واسعه، ده شكل السكرو. مش بنتكلم ليه دلوقتي بس يعني بوريكم ان الاشكال انت كمهندس بتبقى عامل حسابك مش كل مش مكنه الانجكشن شغال ارمي فيها اي حاجه وخلاص، لا كل ماتيريال. لو انا شغال سيرمو بلاستكس اللي هو الاغلبيه يبقى ليها شكل سكرو الاستوميريك اللي هو زي انواع فيها جزء متزود عليه اي بي دي ام اللي هو بتاع الرابر مثلا مختلف. الثيرمو سيتنج بص بقى ليه عامل له فتحتين عشان زي ليها ايبوكسي وهاردنر مثلا او استر فينال استر وهاردنر مثلا، يعني انا بقى ايه بخلطهم مع بعض هنا ايه واسخن عشان اطلع على طول ومفيش وقت حتى قدامي. بص يعني هنا عامل لي مكان ونزل، شايف هنا في نزل وفي نزل هنا وفي نزل، مش مشكله لو نشفت هنا هعرف اسخنها وافك النزل دي وازق من الناحيه التانيه ولا احط عمود حديد وانطر اللي جوه اللي مزنوق. لكن في الاكسترودر المشكله ان انت سيرمو سيتنج ينشف، فمش عامل الجزء ده، عامل النزل ضيقه جدا يا دوبك اللي يدخل هنا لازم يطرد يحصل له كيلنج جوه القالب مش عندنا. ال اس ار اللي هو الليكويد ايه سيليكون رابر اللي هو زي الشباشب الكروكس بقى، فايه فده بيبقى يعني قصه تانية كده موجوده. يعني طرق من طرق الانجكشن بتبقى مكنه بيبقى ليها مضختين، مش يعني تبقوا عارفين في حاجه اسمها ايه برضو الليكويد سيليكون رابر وموجوده ممكن تتعامل معاها. اغلب شغلنا هيبقى عشان ما نقعدش نغرق في تفاصيل هو في الثيرموبلاستيك ايه مع الثيرمو بلاستكس. نرجع تاني لاول بارامتر فهو الثيرمو قلنا ال تو دي ريشيو اللي هي بالنسبه للثيرمو بلاستكس العاديه 20 لواحد. زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت الثيرمو سيتس والالاستو نزول ال اس ار اصغر اقصر بتبقى يعني سنسيتيف اكتر للطول يعني الحراره الزياده فتبقى 14 لواحد ده الايه الستاندر يعني، وفي حاجات اقل شويه. الاكستندد بلاستيزنج سكروز في بعض الماتيريالز انا عندي اديتيفز وعندي حاجات عاوز اضيفها، فال20 لواحد ما تبقاش كفايه لضمان اليونيفورميتي بتاعه الاديشن، فبضطر ايه بالذات بقى مع البولي بروبيلين وبولي استين عاوز ازود كلر، عاوز ازود فليم ريتاردنس، عاوز ازود انتي اوكسيدنس، فبضطر ايه اطول اخليها 24 لواحد. تمام وبصوا في نوعين من يعني السكروز بتاعت الانجكشن عامله برضو زي السكروز بتاعت الاكسترودر، يعني برضو فيها الفيدنج والميلتنج والميترنج او البامبنج اللي هو نمره 3 اللي هو بتاع تعليه الضغط، ده هنا بيستقبل هنا بيستقبل الماتيريال، هنا بيسيحها هنا بيضغطها. شوفين الضغط دايما بيبقى الايه عمق الفلانك عمق الجاب صغنن بالنسبه للعمق ايه هنا او هنا. لو العمق في واحد واتنين الى حد ما قريب بنعتبرها باسيف سكرو. لو في زي ما احنا شايفين كده ستاندرد سكرو اللي هو ادي كان عمق ثابت بقى كده بيزيد من اول نمره اتنين فده بنعتبره ايه الستاندرد سكرو. يعني والاتنين موجودين يعني هنا لو انا هنا ضامن ان الميلتنج مش محتاج ارفع معاه ايه يعني ان الحراره كافيه او من غير ما ازود فريكشن والدنيا هتسيح فيبقى باسيف سكرو. ال L to D ratio و types of screws بص كده يهمنا ايه برضو في نفس زي ما قلنا في الاكسترودر compression ratio بنعرف حاجه اللي هو الفلاي ديبث العمق السنه عندي او الهيليكس عند الفيد سيكشن اللي في البدايه مقسوم على الفلاي ديبث عند الميترنج سيكشن اللي هو عند النهايه. وهتلاقيني كاتب لك ان ادي الستاندرد سكرو، ادي الفينتنج سكرو اللي هو كان فيه تهويه، ادي الثيرموسيت سكرو اللي فيه ثيرمو سيتنج وزي ما انت شايف كده ان هو اقصر ان كل ده يعني كل ده ما فيهوش هيليكس ولا حاجه. الليكويد سيليكون رابر سكرو، الالاستومر اللي هو مثلا مع الرابر ده، ثيرمو بلاستيك برضو بي او ام سكرو بس ايه مش محتاج الطول ده كله بتاع الـ يعني شبيه بالثيرمو بلاستيك.
بس هو هنا ايه زي ما انتم شايفين ده كده ستاندرد، سوري ده يعني ده ستاند سكرو، ده ده هنا السكرو القطر هنا بيزيد بايه، سوري يعني العمق بيزيد بوضوح من تحت لفوق او من البداية للنهاية. وادي البي في سي سكرو زي ما انت شايف ان هو مطوله شوية عشان يديله ايه ومديله مسافات واسعة عشان الحاجات دي بتبقى سنسيتيف للحرارة. فانت عندك هنا سكرو فور بولي اميد اللي هو النايلون، ما تم يهاف كومبريشن ريشيو 3:1 على سكرو 20 ال تي دي، يعني الطول لو قطر 25 يبقى اضرب في 20 يبقى الطول 500 مللي والقطر 30 مللي. فالستاندرد كومبريشن ريشيو 2 ل 1 لاغلب السيرمو بلاستكس، البولي اميد كان 3 ل 1. السنسيتيف سيرمو بلاستيك اللي هي بقى بتتاثر بالحراره والكلام ده زي البي في سي، فهي تبقى 1.6 ل 1، يعني بيبقى الفرق مش كبير قوي من العمق هنا للعمق هنا، ده اللي هو كومبريشن ريشيو. اللي في سكروز ما فيهاش كومبريشن خالص، يعني هي الريشيو واحد يعني اولها زي اخرها. ده زي الايه ال اس ار اللي هو ليكويد سيليكون رابر، انا نظريا انا بنقل ليكويد، يعني بص كده السكرو اوله اهو زي اخره، مفيش الفرق في القطر من هنا لهنا مثلا. كل ده ايه في الاخر، من في الاول قلت لك انت مهندس وبتتعامل، يعني لازم تبقى فاهم الديزاين وما تشوف رسم تقدر تتعامل معاه وتعرف الاكسسوارز اللي انت بتشتري مكنه ايه الاكسسوارز اللي جايه معاها. يبقى الانجكشن دي ممكن جاي لك معاها سكرو واحد للسيرمو بلاستيك، ولا جاي معاها كذا سكرو لماتيريالز مختلفه تقدر تخدمك في في ماتيريالز انواع اخرى. كل ده طبعا كله بثمنه، بس انت ما بتوضع في موقف ان انت عاوز تشتري وبتاخد قرارات، ف ده بناء على احتياجات. فهتلاقي واحد عاوز يبيع لك كل حاجه وانت مش محتاج كل حاجه، او انت بيبيع لك حاجه واحده وانت لو دفعت شويه زياده هتجيب مكنه تبقى غول يقدر يساعدك في ماتيريالز كتير، فتبقى واخد بالك من الاكسسوارز اللي بتتحط مع المكنه. طيب احنا دلوقتي عاوزين نزود اديتيفز على الماتيريال، ولتكن بولي بروبيلين بولي ايثيلين، فلا اما بقولنا هنزود ميكسينج اليمنتس اللي هي نمره واحد دي، لا اما بنطول السكرو ال تو دي ريشيو. في حاله زياده الميكسينج اليمنت لازم يكون ابقى ضامن ان زمن بقاء البوليمر ماتيريال جوه الميكسينج اليمنت كافي، والنمبر اوف ميلت بارتيشنز كافيه عشان ايه اقدر اخلط كويس مع الزمن الكبير، والنمبر اوف ميلت بارتيشنز عشان اقدر ارفع الضغط من غير ايه مخسر، يعني بعمل شيرنج عشان اعمل تجانس في نفس الوقت برفع الضغط عشان اعرف اعمل بامبنج او مترنج في الاخر. الطريقه الثانيه ان انا بستخدم ال تو دي ريشيو اعلى اكستندد سكرو ديزاين، وده بيبقى مناسب للماتيريال الملتي كاباسيتي بتاعتها عاليه. يعني ايه ملتي كاباسيتي؟ يعني السبيسيفيك ثيرمال كاباسيتي، يعني سي فاكرين سي السبيسيفيك هيت والكلام ده عالي في البولي بروبيلين بولي اميد بولي ايثيلين كل ده شغال. لو انا بستخدم ماستر باتش وبزود الوان فعشان ازود الهوموجينيتي لازم ازود اي استخدم اكستندد سكرو. لو الماتيريال انا خايف عليها من الديكومبوزيشن انها تتحرق بالستاندرد سكرو بالطول العادي اللي هو ال تو دي 20، فانا برفع درجات الحراره بدل مثلا نفرض 180 190 200 مثلا او 170 180 190 200، لا ده انا بخليها مثلا ايه ازود الطول بحيث ان اديها تترفع بجريدينت اقل، بدل ما نفرض الدلتا تي على الدلتا، يعني لو نفرض انا برفع درجه الحراره على طول البروفايل بقول لك من 170 ل 200 30 درجه اهو، والطول 500 مللي يبقى 30 درجة بير 500 مللي، لا انا عاوز 500 مللي دي تبقى 600 مللي، فيبقى يبقى انا ريحتها شوية، خليت بدل ما 30 درجة ترفع على مدى نص متر لا على مدى 60 سنتي، فدي الدي تمبريتشر باي دي ديستنس ابطأ شوية. يعني في بعض الماتيريال بتبقى سنسيتيف قوي للارتفاع في درجات الحرارة. السكرو نبص كده ايه لو انا بتعامل مع يعني بعض السكروز ايه الخامه بتاعتها، لو في سكروز عاليه مقاومه الكروجن بتبقى غاليه جدا، بتعمل بقى ايه يعني بتعملها اكتر من معالجه، وفي الحاجات العاديه الستاندرد اللي هي ايه
اللي هي من اللي معمول لها انك عادية خالص بالهيت تريتمنت. في دلوقتي زي ما شايفين كده اهي، بص اللو ابريجن سكروز اللي هي في الحاجات لو دنسي بول اس، هاي دنسي بول اس بولي بروبيلين. اما الحاجات الكروجن عالي يعني اعلى شويه الترا لو ابريجن، البولي كربونات، البولي سين نفسها لو زي ازايز الميه، وهكذا. الحاجات اللي فيها فايبر جلاس كل شويه بعلي ايه مقاومه ايه التاكل. يبقى السكرو لازم تعمل له حمايه كروجن بروف، حمايه اعلى زي ما شفنا في من طرق حماية الايه الخامات. طبعا في مصنع اظن هو شومان البلاستيك اللي في دمياط ده اللي بيصنع السكروز دي، فهو بيصنع نوع معين من ما يقدرش يصنع كل، يقدر يعمل معالجات لكل انواع السكروز دي. ففي حاجات بتشتري جاهزة من بره وتركب على طول ايه في مكانها، ان دي بتبقى اغلى حاجة في او من الحاجات الغالية جدا في المكنة عندنا اللي هو السكرو وتصنيعه. طبعا الكلامبينج يونت زي ما شايفين كده، احنا بقى ايه هنثبت الكلامب ازاي، يعني سوري هنثبت اللي هو الموفبل داي والفيكسد داي ازاي. في الطريقه بتاعت يا اما هيدروليك، ادي واحده فيكسد وادي موفبل وادي هيدروليك بامب، وتضغط يبقى انا بربط ايه بطريقه هيدروليك دايركت هيدروليك كلامبينج يونت. حاجه بسيطه جدا. في اللي هو التوجل تايب ميكانيزم، وده موجود وهتلاقوه في المصانع الكبيرة قوي، وبيبقى ميزته هحاول اشغل لكم كده فيديو. دي مسألة كده هي برضو اللي بعرفينه عليها، هحط لكم اعمل لكم شيت كده برضو تسلوا فيه
فانا بقول مثلا ادي عندي ادي داي وادي ادي داي وادي الانجكتد اريا. بص بقى ايه بيبقى مهم قوي حساب الكلامبنج فورس، ان انت اللي بتربط، او مش انت بتربط بايدك يعني، انت بتختار المكنه اللي تعمل لك كلامبنج مناسب للماتيريال بتاعتك. فانت عندك بالنسبه للماتيريال الامورفوس اللي هي انت عارف ان الامورفوس ماتيريال مش محتاجه، قصدي ايه، ما فيهاش شرينكج كبير، الكريستالاين بيبقى فيها شرينكج عالي. الامورفوس ماتيريال بيبقى ايه، بشوف الاريا بتاعت الماتيريال اللي انا بعملها انجكشن كروس اللي عند البارتيشن لاين عند الداي سطح الداي، واضربها في مثلا 3.5 تقريبا، يطلع لي الرقم ده بالكيلو نيوتن، ده سبيسيفيك سترينث. ولو هي سيمي كريستالاين بولي بروبيلين بولي استين اضربها في 6 اكبر عشان اطلع كلامبنج فورس. لو انا عندي اكتر من فتحه في نفس الداي يبقى هضربها ايه في عدد ايه الفتحات. فانا لو انا عندي ماتيريال اس اي ان وادي الاريا 9 سم في 10 سم، فيبقى السبيسيفيك كلامبنج فورس هتلاقيها في الجدول، هنزل لكم الجدول ده في شيت 2.5 ل 5 مثلا، فيبقى الافريج 3.5 تقريبا، يبقى كلامبنج فورس 3.5 دي في المساحه 9 في 10 90، يبقى انا عاوز 315 كيلو نيوتن ربط، يعني 31 طن. يبقى انا لما اجي اختار المكنه اختار مكنه في حالة الستين وول الموضوع ايه يعني مختلف سنة، بدل ما احنا كنا بنتعامل مع الاريا في الثابت اللي هو 3.5 ولا 5.5 زي ما يطلع لنا او بيدهولنا لو هي ثيرموبلاستيك او امورفوس، لا بيبقى ستين وول بيبقى فيه فورس اكتر، فبشيل الثابت ده وبدخل في المولد كافيتي بريشر يعني ثابت اخر. نفس القانون زد برضو عدد الفتحات في البروجكتد اريا في الايه المولد كافيتي بريشر بدل السبيسيفيك سترينث اللي كان قدامنا. فدي مساله كافي كاب يعني كوبايه ديسبوزابل بتاعت القهوه ولا بتاعت الشاي اللي انتوا بتشتروها من الكانتين مثلا. فانت عندك دي رسم رفيع جدا، بشوف طول المسافه من الجيت لينس لابعد نقطه فيها، لابعد نقطه حصلها بالانجكشن مولد، فطلعت مثلا 80 مللي يبقى 8 سنتي 80 مللي، سمك الكوبايه نص مللي، بطلع بارامتر اسمه ال على اس 8 على النص يطلع لي 160. مديك جدول كيرف كده او تشارت ال على اس 160 250، لا 200 150، ما بين الاثنين دول او اقرب ل 150، اعتبر هشتغل على دي للتسهيل. الاكس اكسس هو الوول ثيكنس بالمليمتر، السمك كان نص مللي يبقى دي نص مللي، اطلع 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 فوق اطلع ايه حوالي 650 بار مثلا ولا حاجه ولا 660 بار، انا غلطت كنت جاي 650 بار مش فارقه كتير يعني، 650 بار يعني حوالي 6000 اضرب في يعني كيلو جرام على سنتيمتر المربع، اضربها في 10 عشان تبقى 6500 نيوتن على السنتيمتر المربع، تمام؟ واضرب يبقى كلامبنج فورس 1 زد ب1، الاريا ب51 سنتيمتر سكوير هو مديها لي جيفن، اضرب في 6500 اللي مطلعها هيطلع لي ايه النيوتن 332 3031 331500 نيوتن، يعني حوالي 332 كيلو نيوتن نقسم على 10 كانها ايه 33 طن. لو انا عندي كوبايتين بعملهم في نفس الوقت بافتراض ان ال هي نفسها 80 ما اختلفتش، يبقى ايه 600، يبقى هضرب 2 يبقى 66 طن. يبقى ده بيفرض عليك كمان المكنه بتاعتك، لو انت ما يعني قلت لا لا المكنه عندي الداي تستحمل احط كوبايتين وثلاثه واربعه ممكن، بس الجيت لينس قاعد يطول منك فبيطلع لك هيطلع لك عيوب مع الكوبايه، تلاقي الكوبايه مريشه من الجنب لان الكلامبنج فورس مش كافي، تمام؟ طبعا واحد يقول لي طب لو انا حسبتها بالطريقه اللي فاتت وقلت ده سيرمو بلا ده كوبايه بولي اسيلين يعني سيرمو بلاستيك، هعتبر الثابت مثلا 6 كيلو نيوتن بير سنتيمتر سكوير، يبقى هضرب 1 في الاريا اللي هي 51 في 6 كيلو نيوتن بير سنتيمتر سكوير زي ما انت قلت لنا في السلايد اللي فاتت يا دكتور، هتلاقي ايه طلع لي 306 1 في 51 في 6 306 كيلو نيوتن يعني 30 طن، يعني الفرق يعني الحل اقل شويه من الحل اللي طلع لك من ايه اعتبار الثين وولد. فانت تبص بقى ايه لو انا عندي زد ب1، انا بقول لك في المساله شوف لي بقى نوع الانجكشن مولتنج، مديك جدول كمان بتاع المكن اللي موجود في مثلا في شركه اربورج، فاحنا خدنا بقى التي شرطه بي، تمام؟ فبيقول لك ايه هتلاقيه كاتب لك مثلا احنا عاوزين واحده بتستحمل 33 طن، تمام؟ فهتلاقي دي 33 ايه طن، هتلاقي دي 110 55 طن 110 طن. فانت تنقي لو هي فتحة واحدة أنقي المكنة دي، لو هي فتحتين أنقي المكنة الـ 66 طن أكبر من 55 بقى في المكنة اللي بعديها.
وهكذا يعني. ده برضو من ضمن الواجبات اللي عليك اختيارك انت كمهندس، تخطيط الانتاج اللي انت تختار المكنة الصح، مش اي اختيارات وخلاص. انواع المكن الانجكشن مولدنج ماشينز، انا عشان نبقى خلصنا الدرس او المحاضره بتاعت الماشينز، عندي فولي هيدروليك ماشينز كلها هيدروليك، دي بتبقى في المنتجات الكبيره والانتاج الضخم، وتبقى في الحاله دي بتبقى ارخص بكتير. او كلها الكتريكال ماشينز بتبقى مناسبه جدا لو انا عندي شورت سايكل تايمز ومنتجات صغيره وانتاج نظيف. هايبريد ماشينز بتستخدم من الاثنين. وفي مكان بقى نوع مهم قوي اللي هو التاي بار ليس ديزاين، يعني اللي هو فاكرين ادي التاي بار، ادي اللي كان بيربط الموفابل بالكلوزد وفي جايدز في النص بتربطهم مع بعض. في نوع تاني من غير تاي بار، خلي بالك التاي بار دي بتقوي زياده الستيفنس بتاع المكنه، بس ايه، لكن اللي في نفس الوقت واخده مساحه من حريه الحركه عندك، عشان تقدر تحط داي، يعني مقلله مساحه الداي اللي انت تقدر تعمل لها ايه انجكشن. في نفس الوقت اللي انت بتعمل فول اوتوميزيشن هتحط روبوتس ومش عارف ايه، فدي مضايقاك كل البارز دي. فهنشوف كده مثلا ايه. وفي طبعا الفيرتيكال، في فيرتيكال انجكشن مولدنج ايه دي برضو ايه موجوده، يعني بتبقى بدل ما هي افقيه كده زي اللي في المعمل عندنا، لا في نوع راسي. يهمني برضو تعرفوا اشهر المصنعين لمكن انجكشن مولدنج في العالم، اربورج اللي انا واخد من برضو كتير من البي دي اف بتاعها، الماني كارز مافايدي في الجنوب شويه، برضو الماني ديماج الماني، ساندريت ونيجلي بوسي دول ايطالي ارخص شويه عشان كده منتشرين في مصر وفي ويعني وفي العالم. في انواع كتيره طبعا، لكن ايه كل ده يعني بقول لكم اشهر الماكينات اللي في العالم او البراندات اللي في العالم في ماكينة انجكشن مولدنج اللي انتوا لازم تتعاملوا معاها. زي شو يعني انجل النمساوي، دي واحد دي ياباني مش فاكر اسمها، دي الاربر بتاعتنا اللي بنتعامل معاها كتير. ايه تاني، دي حاجات صيني، انجل بتاعت المكسيكي يبقى وهكذا. بورش نفسها عندها مكن انجكشن، بس انا بقى الكيرف ده مش عشان اشهر ماكينات في العالم، ده اشهر اكتر ماكينات بتورد لامريكا ستاتستيك من 2016. كلها كده تديك فكره عن الماكينات المشهوره. شكرا قوي ايه، واسف على الاطاله، هحاول اقصر بعد كده عشان ما تزوجش، بس ده الجزء الاول من موضوع الانجكشن مولتي. شكرا.